في الفيديو ده هنتكلم فيه بسرعة جدا عن ازاي تعمل كالندر زي ده من خلال البايثون. اوكي، هم عبارة عن 3 lines تقدر تكتبهم. اول واحدة بتبقى import، طبعا هكتب معاكو بالشكل ده. اوكي نشيلها، نعمل لها comment. بعد كده نكتب c equal calendar. خلي بالك ان الحروف تفرق، text calendar at calendar.sunday. اوكي sunday او اليوم اللي هتكتبه، ولازم يكون ده بداية ال calendar بتاعك. اوكي لو احنا مثلا عملناها monday، ممكن نخلي دي كده هايد. بعدين اقول له c.pr month، افتح كوس 21 شهر 8. برضه دي هنخليها بالكومنت وادوس له run. ساعتها هو ابتدى لي الاسبوع بتاعي بيوم الاثنين وعمل لي الكالندر بتاعي كله.